للمزيد من التفاصيل حول سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية ينضم إلينا عبر سكايب من نيويورك الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ماك شرقاوي. مساء الخير وأهلا بك أستاذ ماك. أهلا بك يا ريهام وأهلا بجمهورك الكريم. أهلا وسهلا. قلنا الأول كيف بتقرأ يعني نتائج استطلاع الرأي اللي بيظهر تفوق الرئيس الأمريكي السابق ترامب على الحالي بايدن بسبع نقاط مئوية؟ هو ما في شك ان يعني الانتخابات القادمه 2024 هتكون مليئه من المفاجآت. وبدايه الموقف من الديمقراطيين يعني في استطلاع راي طلع قال ان في 50% من الديمقراطيين غير راضيين عن اعاده انتخاب الرئيس بايدن. وان الرئيس بايدن يعتبر هو اكبر رئيس في الولايات المتحده الامريكيه في هذا التوقيت، يعتبر الرقم القياسي هو اكبر رئيس. فلا يمكن ان نتوقعه ان يكون رئيس يعني للفتره القادمه في هذا السن. وايضا هناك بعض يعني التكهنات وبعض الاشاعات وبعض التقارير بتقول ان صحه الرئيس ليست في افضل حال، وان نسيانه الكثير من الامور، و يعني عندما استدعى النائبه الديمقراطيه التي قد لقت حتفها قبل 4 شهور من تاريخ الجلسه دي وبيهنئها على التشريع اللي هي كانت يعني اندورسمنت له اللي هو كانت قدمته، لا طريقه الى المجلس وتم التصويت عليه بالموافقه وهي متوفيه، وهو قد نعاها في البيت الابيض بنعي رسمي من البيت الابيض، فهي متوفيه من 4 شهور واستدعاها. ايضا استدعى والدته مرتين في اجتماعين مختلفين، ووالدته متوفيه من 2010. ايضا ذكر اكثر من مره السيده كاميلا هاريس وقال لها الرئيس، يعني بريزيدنت كاميلا وليست نائب الرئيس. فاعتقد الشعب الامريكي متخوف من الحاله الصحيه، وهناك يعني بعض التقارير بتقول انه يعني يعاني من الديمنشا يعني الخرف، والبعض يقول انه الزهايمر مرض الزهايمر. فاعتقد ان هناك كثير من الشكوك حول قدره الرئيس ان يكمل يعني الدورة، أن يكون مرشح ل 2024. نعم طيب. الناحية الأخرى اتفضل يا فندم. الرئيس ترامب الرئيس ترامب أنا قلت التصريح ليه قبل كده، قلت ما فعله الديمقراطيين بترامب من خلال الإحراج والقبض عليه في المحكمة وتسجيله جنائيا وتوجيه اتهامات في 34 تهمة جنائية، ده هيصب لمصلحة ترامب، وبالفعل صب في مصلحة ترامب. ارتفعت قبول ترامب النهارده ان 8 نقط بالنسبه للجلوب و6 نقط بالنسبه لاكسيوس، لكن التقريرين بيقولوا ان ترامب بيتقدم على رئيس في السلطه، ودي يعني من النادر ان تحدث ان يتقدم مرشح كويس. دي نقطه على رئيس في السلطه. استاذ ماك دي نقطه مهمه جدا، يعني هل ترى انه هذه نتائج الاستطلاعات الراي وتقدمه فعلا على رئيس موجود بالفعل في السلطه، وحضرتك بتقول ده شيء نادر، هل ده معناه انه النتائج دي كاشفه لتراجع شعبيه بايدن داخليا؟ هل يعول عليها فنستطيع ان نقول يعني باريحيه انه شعبيه بايدن متراجعه؟ اعتقد انها بتتراجع، واعتقد ان هناك الكثير من القرارات الخاطئه في الفترة المادية خاصة على السياسة الخارجية بتصب في هذا الأمر، وأيضا في الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية في أسوأ أحواله، التضخم لا زال يعصف ب يعني مرتبات الأمريكان ويعصف بأسعار السلع التي أصبحت غير مقبولة في الولايات المتحدة الأمريكية ولا تتساوى مع الزيادات، يعني المعاشات زادوا 8.25%، ولكن الأسعار زادت في أحوال 20 و30 و40 و50 وبعض الأحوال 100%. فأعتقد أن هناك حنق في الداخل على الحالة الاقتصادية، علاوة أن أيضا الحزب الديمقراطي، خلي بالك النهاردة السيد روبرت كينيدي وهو ابن أخو جون كينيدي الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية، وابن جون كينيدي اللي هو النائب العام لنيويورك، مرشح نفسه عمره 69 سنة، وحصل في الاستثناءات جلوب اللي فاتت على 19% وترامب وبايدن حصل في هذا الاستطلاع على 78%، وهناك نائبة أخرى يعني حصلت على 3%. فوجود منافس له في الحزب الديمقراطي وحصل على 19% ده معناته وفقا لقانون الانتخابات من حقه أن ينزل في مناظرة أمام الرئيس بايدن في الانتخابات التمهيدية
اختيار من هو مرشح حزب الديمقراطي. فهناك اكثر من امر بيعصف بشعبيه الرئيس بايدن. لكن هل لسه نقدر نقول انه من المبكر الحكم على المنافسه على شكلها هيكون ايه في الانتخابات الرئاسيه الامريكيه، ولا ممكن يبقى عندنا بعض الفكره عنها؟ عندنا بعض الفكره، لان على الجانب الاخر هنلاقي دي سانتوس بيحقق بعض التقدم، ولكن بالتاكيد ترامب بيكتسحه في الشعبيه. برضو دي سانتوس عمل كذا حاجة الفترة اللي فاتت، خلى عنده مشاكل كبيرة، يعني مشكلته مع ديزني والقضية التي رفعت من ديزني عليه الديفيميشن اوف كاركتر، ان هو وصفهم بانهم يعني يرعوا المثلية، وهو يريد ان يظهر انه محافظ الى اقصى درجات المحافظة. ايضا في رده على يعني مراسلة بتسأله سؤال بعد ما كسب في انتخاباته كحاكم لولاية فلوريدا، فبتقول له هل هتبقى انت يعني مانديت للحاجات اللي انت قلتها. مانديت باللغة الانجليزية معناها ان انت سوف تنفذ ما قلته في انتخاباتك يعني، وهو فهمها بالمعنى الحرفي للكلمة مانديت، يعني مقابلة رجل، هيقابل راجل. قال لها لا، انا الراجل سوي، انا ستريت، انا مش مثلي. فطبعا دي فرقت كتير جدا مع يعني الناخبين، ان هو مش قادر يفهم معنى سؤال اتسال له. ده على حاجات كتيره حصلت بالتاكيد داخل ولايه فلوريدا ممكن ان تعصف بحظوظه في ان ينافس الرئيس ترامب في الفتره القادمه. ايه اهم العقبات اللي بيواجهها بايدن في السباق نحو فتره رئاسيه ثانيه، بخلاف يعني الحاله الصحيه وقلق الناس من قدرته صحيا على الاستمرار في هذا المنصب؟ هو لو يعني تراجع عن سياسة الحزب الديمقراطي وسياسة الجرين هاوس اللي هي الاحتفاظ بالبيئة، لو رجع الأوف شور دريلينج وسمح بإطلاق التراخيص للبحث عن النفط داخل الولايات المتحدة الأمريكية اللي بيسموه الفراكشن أويل، النفط الصخري، ممكن ده يعدل كافة الاقتصاد بعض الشيء ويخليه يقارب يعني الأرقام بعض الشيء، أنه يحسن في الاقتصاد وممكن أن يكتسب أصوات أخرى، لكن بالتأكيد هيفقد الكثير من مصداقيته كرئيس للحزب الديمقراطي، فهو بين يعني فكي الراحة. فأعتقد أن الاقتصاد هو المحور الأساسي، أنه لو حسن الاقتصاد خلال الأشهر القادمة القليلة إلى انتخابات 2024 يمكن أن يكون له فرصة، ولكن مع وجود الاقتصاد بهذا الشكل ومع انخفاض سوق المال في الولايات المتحدة الأمريكية والأسهم والبنوك اللي بتطلع النهاردة، يعني آخرهم يعني ريبابليك بانك استحوذ عليه جي بي مورجان شيس، يعني بعد ما فشل البنك وأصبح هناك معضلة، ثالث بنك بيفشل في الولايات المتحدة الأمريكية. المال والأعمال والاقتصاد هم المحور الرئيسي اللي ممكن يدوا فرصة لبايدن أنه يسترجع بعد الشعب. هل أخيرا هل تؤثر أزمة سقف الدين على شعبية بايدن أستاذ ماك؟ هو تؤثر على الاثنين، لان من يقف عقب امام سقف الدين الجمهوريين في مجلس النواب بعد ما خلاص اصبحوا اغلبيه، وهو سقف الدين هو يعني رغبوا ام لم يرغبوا لابد من رفع سقف الدين، لان لن يستطيع احد ان تتوقف الولايات المتحده الامريكيه عن سداد ديونها. فرفع سقف الدين هو مناوره سياسيه ما بين الحزبين، فبالتاكيد بتؤثر على شعبيه الاثنين، لان النهارده لو استمر الجمهوريين في وضع العقبات امام يعني الاتفاق على رفع سقف الدين، ده هيسبب لنا كارثه، هنرجع تاني لاغلاق الجزئي للحكومه، هنرجع تاني لتوقف الولايات المتحده الامريكيه على سداد ديونها في مواعيدها، هيرجع تاني الى تصنيف الولايات المتحده الامريكيه، هيقل من وكالات التصنيف الائتماني العالميه اللي موجوده، هتقلل تصنيف الولايات المتحده الامريكيه، دي كارثه. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا، الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ ماك شرقاوي، شكرا جزيلا ليك، شكرا ليك.